السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جينا نهضروا على المتابعه القضائيه اللي غادي تكون الناس الميسوري الحال وخداو الدعم ديال الراميد ولا حتى القطع الغير المهيكل. كيف ما كتشوفوا في اول الفيديو فاش كنت كنوريكم كيفاش تسجلوا له في تضامن لا كيفاش ديروا في الراميد، كنت كناكد على واحد المعلومه، هي انكم تكونوا محتاجين لهذا الدعم هذا، وانكم توقفتوا عن العمل. وكنت كنقول لكم راه اي واحد كذاب ولا عنده وخداره غيتابع من بعد، يعني واخا تاخذ راه غيتابعوك من بعد. كيف ما كتشوفوا في هذا البلاغ اللي كان خرج ديك الساعات في ديك الوقيته، المهم انا داير لكم الشروط شنو غادي تستافدوا كيفاش، المهم الطريقه باش تستافد. وهنا دايرين اي تصريح تلقائي، هذا بالنسبه لديال الراميد، اي تصريح تلقائي ليس له اي مبرر سوف يعرض صاحبه لمتابعات قضائيه. يعني الناس اللي دفعوا انهم عندهم وبغاو يستافدوا راه غيتابعوهم من بعد، راه غادي وزاره الداخليه دابا راه خدامين في هذا الشيء. راه شحال د الناس انا سمعت باللي تابعوهم وخرجت لهم غرامه ماليه كبيره على 1000 على 800 درهم ولا 1200 درهم، تخرج لك جوج المليون ولا ثلاثه وشحال ديال المتابعه. كيف ما كتشوفوا هنا في موقع تضامن، كيف ما كنت قلت لكم في الاول باش تسجلوا، شنو داير لكم هنا؟ اشهد بصحه المعلومات المدلى بها في الطلب، كل غش او تصريح كاذب او تزييف يعرض مرتكبها للمتابعات القانونيه والعقوبات المنصوص عليها في مجموعات القانون الجنائي. الناس اللي دفعوا واستافدوا هما عندهم ولا باقين خدامين؟ يعني الا كان خدام هو وعنده الراميد ومشى دفع انه حبس الخدمه، راه وزارة الداخلية خدامة في دابا في هذا الشيء. أي واحد كذب عليهم واستافد راه غيتابعوه قضائيا وغيخلص غرامة مالية وتقدر يكون فيها حتى السجن والله أعلم. المهم ما عرفش دابا القانون اللي غادي يتبعوا في هذه المسطرة هذه، لكن الغرامة المالية كاينة والمتابعة كاينة وغترجع الغرامة. أنا شفت الناس، سمعت شي ناس خرجت لهم غرامة كبيرة، يعني ديك 1200 درهم نضربها في 10 ولا 20 مرة على 1200 درهم، حيت هذاك تزييف وغش وكليتي رزق واحد اخر. انا بزاف الناس شفتهم محتاجين وما خداوش راه بسبب هاد الناس هادو، حيت الصندوق فيه واحد القدر، الا جيت ناخذ انا وناخذ انت وهذا وحنا عندنا راه كتاخذ رزق واحد اخر اللي مسكين ما عندوش. يعني هذا ما كان نتمنى ان هاد المعلومه تبارطاجيوها مع الناس، حيت بزاف الناس كانوا كيقولوا لا راه الفلوس هادي يعني راه ما كاينش شي حاجه بلا قانون. واش قالوا لك انت ما بقيتيش خدام، انت خدام ولا عندك وبغيتي تستافد راه غيتابعوك قانونيا. هذا الشيء اللي كاين وانت وافقت على هذا الشيء. كيف ما كتشوفوا راه قلت لكم وكنت كناكد عليها في الفيديو، غنحطوا لكم يطلع لكم هنا الفوق، كنت كناكد عليها باللي راه اللي ما خاصوش يستافد ما يدفعش. كيف ما كتشوفوا راه قلت لكم راه هاد اشهادو راه بحال درتي تصريح بالشرف، بحال مشيتي قال لي زيتي واحد التصريح في المقاطعه انك راه غادي تدفع واحد الطلب، فهمتوا؟ يعني ديك اشهادو واخا تقولوا لا راه غير في السيت، لا راه هذيك راه بحال قال لي زيتي، راه دوك المعلومات اللي كتعطي راه بحال في الكاليزاسيون ولا في شي اشهاد ولا في شي تصريح كدير اشهادو بمقتضى هذا التصريح ان هاد كل هاد المعلومات انها صحيحه. يعني الا كذبتي عليهم راه يتابعوك قضائيا. هذا ما كانوا، نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو وتهلاو في راسكم.